mühendis var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Mühendis var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz yurtsuz cefer beyim hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Yersiz yurtsuz cefer beyim hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Güneş benim, çarpencüşe sırlar benim. Zerre benim, güneş benim, çarpencüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. وهلأ صار الوقت، رح نروح. عن جد ماني مصدقة أنه رح نروح بهالطريقة، وهذا أكتر شي مستصعبه. إن شاء الله يجي عمر. رح يجي. إجا. إن شاء الله يكون معه. أهلين آزادة. مرحبا. أهلين. وينو عمر؟ هاي اجيت؟ لازم نتخانق آخر مرة. حتى لو هيك انبسطت بشوفتك. أهلا وسهلا عمر. أهلين. انبسطت بشوفتك. شكرا. وأنا كمان. إذا جاهزين حطوا غراضكم بسيارتي لأنه رح تروحوا فيها. وصلنا لآخر الطريق. صح، بس لسه ما متنا. ولو هيك بيضل في أمل دائما. كلام حلو. عمر عزاف رفيق عمري، سامحني على كل شيء. مسامحك. رح تخلوني ابكي. تعالي. شكرا لك. كنتي بالنسبه لي مثل اختي يا ازاده. دير بالك على حالك عمر. وانتو كمان ديري بالك على حالك. ابي واخواتي بامانتك. ايه انتي بنت قويه، اصحيك تنسي هاد الشي. وانتو ديروا بالكن على بعض. قلي
إذا ما بتدير بالك على هالبنت أو إذا زعلتها رح يكون آخر يوم بعمرك، مفهوم؟ مفهوم. وين كنت أتيش؟ تليفونك مسكر كل الليل. لأني كنت عم بلحق بهرام، خلص شحن تليفوني. عود، في شي مشكلة؟ راح على ملها نيجي وما رجع لهون. الزلمة عم يخبي شي يا عمي. شو قصدك أتيش؟ حكينا شو اللي صار بالتفصيل، شو شفت لما لحقته؟ وأنا عم بلحقه شافني وحاول يهرب مني كمان، بس بعدين دورت ولقيته. وين المشكلة؟ إنه راح يشوف واحد، حكوا شوي وما قدرت شوف وشه. معقول إنه يكون كايكجي أعطاه التعليمات؟ أو إنه كايكجي بيكون هو نفسه بهرام وهو أعطى التعليمات للزلمة؟ طولوا بالكن شوي، كل واحد ألف سيناريو على كيفه. تمام، أنا بحكي معه بس يجي لهون. ماشي عمي. شو صار حبيب؟ لقيتوا شي بيفيدنا؟ ريس، فتشنا كل البيت وجمعنا الأدلة اللي لقيناها فيه وجبناها مشان نفحصها هون. فتشنا بكل مكان ريس. تمام، دوروا فيهن كتير منيح، وإذا لقيتوا شي ممكن يكون بيفيدنا خبروني. تمام رئيس. صار عندي فضول. تروك ميليس. سونا أنا مو منيحة. شوفي، تخانقت مع سليم وقال إنه ما عاد بده يشوفني. عادي، بكرة بتتصالحوا. لا سونا، هاي المرة غير، عم يحكي مع وحدة تانية. أنا قدام بيتك، تعالي لعندي خليني شوفك بس 10 دقايق. بس أنا ما فيني أطلع، أنتي تعالي. بابا قال لي ما فيني أطلع. ما رح أفوت بهاي الحالة. يلا سونا تعالي بس 10 دقايق، بدي أحكي معك ضروري. تمام، يلا رح أطلع لعندك. لوين سونا؟ بس بدي اطلع على الباب دقيقتين، اجت رفيقتي بدي احكي معها. ممنوع سونا، الرئيس بيعصب. عم قلك بس دقيقتين بسيم. شوفي سونا، مين اجا؟ ميليس. اقلي لها خليها تفوت. قلت لها تفوت بس ما رضيت، متخانقه مع حبيبه وعم تبكي، ما بدها تفوت لهون بهالحاله. لا تخافوا، رح اطلع معها. بسيم روح انت معهم وخبر الرجال اللي على الباب خليهم ينتبهوا. تمام خالي. يلا. Thank you.
إذا ما بقتلوا لهالواطي كهيك شي وبحرق كل سلالته ما بكون سعيد ابن ثابت آغا. طول بالك سعيد، سبور رح يجي دورهم كلهم، رح نقتل كياكجي وعيلته كل من بيساعده، واحد ورا التاني رح يموتوا. الجو حلو اليوم، انبسطت بالمشي معك كتير. وأنا كمان انبسطت بالمشي معك. شو رأيك أخذ لك صورة تضل ذكرى؟ يلا ابتسم شوي، ابتسم يلا. كتير حلو. ليش لحالي؟ تعالي نتصور مع بعض. أنا ما بطلع حلوة بالصور مثلك. أتيش خير؟ ليش صافين؟ فيك شي؟ في صور إلنا كلنا، مرت عمي ليلى وفيروزة وعمتي وحتى سونا. ما في صورة لعمي؟ إيه، لأنه هدول حطوا صور الناس اللي بيقدروا يقتلوهن. إيه بس ليش؟ لأنه إذا قدروا يقتلوا الرئيس لازم يحطوا صورته بالمتحف، مو بس بألبوم أتيش، لأنه الكبار ما بيساعون ألبوم صغير. لوين؟ بدي شم هوا. شو صار؟ شبكون رئيس؟ هدول عاملين ألبوم حاطين فيه صور لكل حدا فينا، اللي قتلوهن واللي ناويين يقتلوهن محتفظين بصورهن واحد واحد. ثابت آغا والقبطان عاصم، حتى مين؟ جولين دام خانو وليلى خانو، فيروزة خانو، أتيش، حتى سونا. هادي مين الشرف كانوا عم يخططوا يقتلوها؟ طلعوا رئيس. طلعوا. تمام رئيس. السلام عليكم. ليش هربت مبارح بهرام؟ اترك ايدي بالاول، اترك. شفت اني كنت وراك، قلي ليش هربت بهرام؟ شو هو الشي اللي مخبي؟ رح تعرف اتيش، كلكم رح تعرفوا. تشرب شاي؟
ديمير؟ يا فوز شو صار؟ ما في شيء. اهدي ليلى خانم، عم نتحرى. انت ما تاكلي هم بنوب، عم نتصرف. وين سونا وسهيلة؟ على الباب، اجت رفيقة سونا وطلعوا يشوفوها، وبسيم راح معهم بس اختفوا. كيف اختفوا؟ ديمير روحوا دوروا على سونا وجيبوا لي اياها فورا. رح نلاقيها. تمام تمام. يلا يا شباب الكل يروح يدور. مستحيل. دوم رول مات. ما عادت أوثق بحدا يا صاحبي. حتى فيني؟ حتى بحالي. جزائر، بدك اجي معك؟ لا ما في داعي، خليك هون. يلي عطى أوامر بقتل يالدرم تورك هو الظل. أهلا وسهلا بابا، اشتقت لك ونطرتك كتير. خبرتني بالوقت المناسب إنه جزاير رح يجم علي بابا. انت ما توفيت؟ لا، قبل ما اموت كان لازم اني اعمل كم شغلة، او لسه ما خلص وقتي بعد. شو هذا دومرول؟ ليش السلاح؟ أدي
سونا. هلأ رح أعمل اتفاق معك. كل اللي بحكي لك يا هلأ أنت لازم تنفذي حرفيا، وبالمقابل ما رح أقتلك أنت وبنتك والباقيين. عم تفهمي؟ اتفاق كتير بسيط. إذا تأذت شعرة من بنتي أو من أختي رح أقتلك بإيدي. أوعك تفكر تأذيهم. ليلى، بهالطريقة ما رح تحميهم. إذا ما نفذت اللي رح أقوله هلأ رح تعرفي إنه أنا جدي بعد اللي رح يصير ببنتك. ليش هيك عم تساوي دومرول؟ شو السبب؟ كنت أخ بالنسبة لجيزاير وطلعت خاين. ما معك وقت لهذا الحكي بنوب. خلينا نحكي بالاتفاق تبعنا. هالشي مستحيل. لك شو اللي عم يصير؟ قول يا فوز. ريس، صار شي كتير سيء من شوي. تعقدت الأمور. الكل مناح؟ بسيم وسهيلة خانم وسونا انخطفوا. شو بدك؟ بدك مصاري؟ تمام، بعطيكو بدون ما أخبر جزائر. أساساً ما فيك تخبري. شو عم يعمل هذا معك؟ حطيه. يعني أخذوا أمي مني وبعدين بعثوا لنا هذا مشان يستفزونا. في ميكروفون جواته، كل شي بتحكيه بسمعه. وإذا خبرتي جزائر عني أو عن اتفاقنا رح أقتل بنتك فورا. بعرف مكان كل كاميرات المراقبة هون، عم راقبكن على مدار الـ 24 ساعة وبكل ثانية. إذا لمحتي للجزائر رح أذبح سونا. بالنسبة للمصاري، آخر شي ممكن إني أحتاجه بهالحياة هو المصاري. إذا هيك شو هو المطلوب؟ بهالسكين رح تطعني ايده لقاتيش اللي قوصني براسي. عم تفهمي ليلى؟ كمان حاولي انك تطعني بين الاصبعين وفوق المعصم. اذا انقطع الوتار
ما عاد يقدر يضغط على الزناد. انت اكيد جنيت. ان شاء الله مفكر اني رح اعمل هيك شيء وبواحد من عائلتي؟ كنت بعرف انك هيك رح تقولي. طيب رح اقنعك، استني لحتى اتصل ببنتك، رح اخليك تحكي معها، بس اذا قلتي لها شيء غلط رح تموت. سونا مفكرة انه ابوها هو اللي عطى اوامر بخطفها مشان يحميها، ما بتعرف انه انا. اذا خربت اللعبة رح تخرب خطتي، واذا صار هالشي بلغي الاتفاق. بعطي اوامر بقتلهم كلهم وبخليهم يقتلون هلأ قدام عيونك ليلى. لا تخاطري. يعني ما رح تقولوا أي شي؟ مين أنتو ولوين بدكن تاخدونا؟ ما في داعي للخوف، أبوكي بيعرف كل شي. أنتو هون مشان سلامتكن، قريبا بتعرفوا كل التفاصيل. أمي؟ قولي لأنه ما في مشكلة وما تخاف، وإنه رح يجي أبوه ولا ياخدها قريبا. بنتي لا تخافي، أبوكي رح يجي ياخدك. لا تخافوا. كيفك سهيلة؟ أنت منيحة؟ أختي أنا منيحة، بس قلي لي ليش نحن هون؟ أنا مالي فهمانة أي شي بنوم. قلت لك ما في مشكلة، لازم تكونوا بأمان هاي الفترة، لهيك أخدوكن. برافو. شو رح تعمل لما يعرف جزائر باللي عم تساوي؟ يعني كيف رح تنفذ منه؟ قلتي لي كيف رح انفذ منه؟ بالعكس، اللي بمكانك انت وجزاير لازم يدعي انه ينفذ من بين ايدي ويهرب. لسه لهلا ما فهمتي مع مين عم تحكي ليلى. بعد اللي رح تشوفيه بتفهمي. بسيم قطاع مفهوم. وصل البنات وحطه بغرفة لوحده، لازم ما يشوفوا بعضهم أو يسمعوا بعض. صار الخنصر ما له أهمية ابنه، يعني لو أني قطعت له إيده أو رجله الموضوع بيختلف. لهيك تخيلي الصدمة اللي رح تعيشها سونا، بنت صغيرة لساتها بأول عمرها أبي نقطع أصبعها قدام عيونها. تمام، رح أعمل شو ما بدك. أنت كتير ذكية،
هذا سم بموت. نقطة صغيرة تقتل واحد. مشان مين؟ لا تستعجلي، يعني بالأول خلينا نحل موضوع أتيش مشان الثقة اللي بيني وبينك تكبر خطوة خطوة، وبعدين رح أخبرك لمين رح تحطي هذا السم. كل خطوة بتعمليها بتكوني عم تقربي من سونا أكتر. عم بسألك بهرام، بدك تقلي مع مين التقيت وبشو حكيت معه؟ أتيش ابني روق شوي، اهدى. أنا هادي عمي قربان، بس لازم يقول بمين التقى وليش راح لعنده بالسر مشان ارتاح. برأيي لا تستعجل كتير أتيش، لأنه الكل راح يعرف كل شي بالوقت المناسب. بهرام لا تلعب معي، هلأ بدك تخبرني. أتيش خلاص ولا عاد تحكي. جزائر خير إن شاء الله، شو اللي صار؟ مانك منيح بنوب؟ من شوي خطفوا سونا وسهيلة. كيف؟ وبسيم معهم كمان. ليلى، إذا قطعتي شرايط الكاميرات ووقفت الصور عندي، أو مثلاً إذا انقطعت الكهرباء وما شغلت المولد دغري وبنفس الثانية، رح تتحمل النتائج. كمان بعرف إنه أنت وجزائر بتقروا شعر لبعض بتوصلوا رسائل عن طريقه، مع فيروزي كان يعملها. لهيك إذا بتحاولي تعمليها رح أخليك تقري الفاتحة على روح سونا. منتواصل عن طريق هاد، تحملي معك دائما، وكل ما بتصل رح تردي، وانتبهي على الشحن. وكيف رح تطلع من هون؟ بعرف كل مخرج ومدخل بهالبيت، حافظه مثل اسمي، وبعرف إنه ما في كاميرات هون. الدبوس بيضل معلق فيكي دائما. رح أطلع مثل ما فتت. خدي هدول وفوتي لجوا. يلا.
تفضلوا. ارتاحوا هون. إذا احتجتوا شيء أنا موجود، خبروني فورا. تمام، شكرا من خبرك، بس فينا نعرف ليش جبتونا على هالمكان بالضبط؟ هيك طلب أبوكي، نحن مننفذ أوامر جزائر تورك. تمام. طيب ليش أخذتوا موبايلاتنا؟ يعني إذا بدكم تحمونا موبايلاتنا شو إلن علاقة بالقصة؟ نحن مننفذ الأوامر وبس. وسمعت شو قالت أختك كمان، يعني اطمنوا، ما في داعي للخوف أبدا، كل شي مشان سلامتكم. لا تخافي بنوب، تمام؟ يعني بعرف إنه الموضوع مبين مو طبيعي أبدا، بس هي مو أول مرة بتصير فيني، أنا متعودة على هالوضع. يا أما رح يجي بابا أو رح يبعت حدا مشان ياخدنا بعد شوي. وسمعتي أمي شو قالت؟ ما في شي بيخوف. تمام. شو اللي صار؟ رئيس، سونا وسهيلة خانوا راحوا مع بعض مشان يشوفوا رفيقة سونا، لهيك أنا بعتت بسيم معهم. قتلوا اثنين من رجالنا وبعدين اختفوا. تتفلي لي؟ نحن ما شفنا أي حدا قربان بيك، كل شي ممكن. ليلى بالبيت؟ جوا رئيس. ليلى؟ جزائر خطفوا سونا. تمام تمام، اهدي شوي، لا تخافي، امشي، ما رح يصير شيء لسونا، لا تخافي. اشتقت كتير لأمي، لهيك حطيته لهالدبوس مشان حس إنه جنبي. هلأ خبريني شو شفتي؟ شفتي وش حدا؟ تعرفي شايفتي شي من قبل؟ قولي. أي شيء ممكن يساعدنا؟ ليلى عم أسألك، سمعتيني؟ عم أتذكر، ما شفت حدا. أساساً عرفت من يافوز وديمير، ما كنت بعرف إنهم طلعوا وإلا ما كنت خليتهم. برافو ليلى، عارف روح هلأ لعند البنات واستنى التعليمات مني. بأمرك. كان أنا ما عم أفهم كيف ممكن يختفوا هزامات ومليكي فجأة، يعني نحن ضيعناهم بعد ما كانوا بين إيدينا، والمشكلة إنه ما شاركت قضية موت أورهان غير معك أنت أعتقان ومع عمر عساف، بتعرف ما هيك؟
بعرف بعرف. يعني أكيد المعلومات تسربت. إيه بس مو متأكدين. في عندك تبرير تاني؟ ما عندي، بس ما فينا نتهم حدا بدون ما يكون معنا إثبات، لا زميلنا ولا حتى مواطن عادي. على الأقل أعطيني دليل واحد إنه هو اللي سرب المعلومات سنان، وقتها ما رح أقصر معه.